كيف بتاخذ السيارة بدون ما تاخذ إذن مني؟ كانت رايح استقبل أمي، لهيك احتجت السيارة. وليش هيك موسخة السيارة؟ هلأ بغسلها، مو قصة كبيرة. إذا بدك تغسل السيارة تغسلها بإيدك أنت، وبعدين بدك تروح على المكتب. طيب. ما عم صدق. هالتافه ما عنده قلب المرة، خلى صاحب البيت يصير خادم عنده. ليش؟ ليش هيك؟ شوفي، تفضل. السيارة ما صارت نظيفة؟ ممكن يجي أبوك يفتح الباب؟ تذكر شغلة واحدة قبل ما تحكي عن أبي بهالطريقة مرة تانية، حياتك راح تكون بين إيدين الرجال يلي عم بيسوق السيارة فيه. يعني يمكن تتعطل فرامات السيارة وتوقع بالوادي، أو تطلع بوشك شي شحن، أو يمكن يفقد السيطرة على السيارة بوقت الشوفير الذكي راح ينط من السيارة وينقذ حاله بكل بساطة. بس شو بيصير بالشخص اللي قاعد بالكرسي من ورا؟ فكر باللي قلت لك يا إيه. وشغلة تانية، أنا وعدت لأمي، وهذا السبب اللي بيخليني رد عليك وعلى أوامرك، بس أوعك تتجاوز حدودك، لأنه باليوم يلي أنا رح أتجاوز فيه حدودي رح تكون وقتها بمشكلة كبيرة. نمشي؟